أبداً بقيتك السؤال. أهلاً بكم يا أصدقائي في سبوت أون المشاهير. خبر اليوم ليس من الصحافة التركية، بل هو خبر قلته لكم يا أصدقائي منذ يومين، واليوم نشرته الصحافة تأكيداً لكلامي، حيث العشاق مارت رمضان ديمير وأفرا سراج أغلو قررا العيش سوياً، حيث انتقل مارت رمضان ديمير إلى منزل أفرا سراج أغلو، حيث بعد أن اقتحم اللص منزل أفرا سراج أغلو مؤخراً وسرق مجوهراتها، انتقل عشيقها مارت رمضان ديمير أيضاً من منزله في جيهانجير إلى منزل أفرا سراج أغلو، حيث قرر مارت عدم ترك حبيبته لوحدها في المنزل، وقام بإحضار شاحنة مع متعلقاته وأغراضه لمنزل أفرا للعيش معها. شكرا للمشاهدة، أراكم في فيديو جديد، إلى اللقاء.